قل للمؤمنين آيات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم لذلك أزكي هدين لهم وكفي كزنكما إن الله روح خبير كزن بما يصنعون كريدا وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أبو أو آبائهن ديا أو آباء بؤولتهن ديا أو بنائهن ديا أو بناء بؤولتهن ديا أو كواني تقص أو بني إكوانهن أو بني أخواتهن شدا أو نسائهن ديا أو ما ملكت أيمانهن ديا أو التابعين ديا غير تقص أولي الربط ديا من الرجال أو الطفل ديا الذين لم يظهروا على عورة عورات النساء نسائيون ولا يضربن أيهما بأرجلهن ديا ليعلم أي ما يخفين ديا من زينتهن وتوبوا غدا بيان الى الله جميعا مدن نيو الحكم مؤمنون كهن الله كنت فيهن وانكحوا كو بيار ليامي منكم قيرين منكم قيرين منهم قنئ وصالحين كو من عبادكم ديا وامائكم واشد ديا ان يكونوا فقراء ايغن هم الله ديا من فضل وكفي يوم والله واسع عليم غدا شدا اما اكو ان الله واسع عليم ديا جمله بكم وليوم اما وليوم يس الذين لا يجدون ترى ويئن نكاهم بيو حتى قم بنيغني هم الله من فضلي يهم كوكما كوين والذين أسجن يبتغون بكوين كتاب فدي مما ملك تيمانكم فكاتبوهم أما كاتبيري يقالي إن علمتم علمتم بيانا فيهم لذي فيهم يحن خير اللذين وآتوهم مما لله الذي يجن جملة آتيكم وقف يؤدي جملة تقوى ولا تكري فتياتكم بيو على البقائيين ردنا تحسنا تيكم لتبتغوا هدوء تقوى أرض الحياة الدنيا لدين ومن يكرهن دينه فإن الله مزي من بعد فدين إكرايهن أكوني دراهم إبراهيم غفور رحيم ولقد أنزلنا أكوني إليكم لدين آيات مبينات أكون ومثلا كب من الذين خلوا بك من قبل كن يهن وموئذة ودل متقين يجن الله ساك يهنك.